بدت أغلب العادات والتقاليد تندثر. أول شيء نبدأ بقضية التطور وسائل التواصل الاجتماعي. يعني قبل ما كان أكو مثلاً التليفون والفيس والإنستغرام والكذا، فكانت الناس يعني مجبرة إنه تروح تزاور فيما بينها حتى يعني يكون هذا الموضوع يعني تمو على أتم وجه باعتبار إنه قضية التواصل الاجتماعي. الآن الآن وصلت مرحلة إنه أنا إذا أريد أبارك الواحد بالعيد فقط أدز له حتى لو رسالة على الماسنجر كل عام وأنت بألف خير، وهاي انتهى الموضوع. وهذا بالتالي خلى عندنا خلينا نقول أواصر التواصل ما بين العوائل وما بين الأقارب بدأت تتفكك. أضف لهذا أنه عندك عوامل خارجية اللي هي منها العوامل الاقتصادية. لاحظ أنه الناس قبل على الرغم من بساطة الحياة اللي كانت، لكن الناس كانت تتواصل. الآن تشوف أنت حتى أصحاب المحلات وأصحاب الحرف بعد أن كانت الجمعة عندهم والأعياد كانت عندهم مقدسة، أنه نهائيا ما يقدر يطلع، مو ما يقدر يعني مخلي في باله أنه ما يقدر يطلع بهذا اليوم ويقضي مع عائلته أو مع أقاربه. لكن الآن نشوف أنه حتى الأعياد سواء في عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك نلاحظ أنه أصحاب الشركات أصحاب المحلات الناس يعني العاديين حتى العمال نلاحظوا أنه يطلعون العملهم، وهذا دليل واضح على أنه العادات والتقاليد، ما أقول لك أنه العادات والتقاليد تغيرت، لكن بدت تندثر شيء في شيء، وهذا الموضوع أثر بشكل سلبي على مجتمعنا وأثر على عاداتنا وتقاليدنا. والله إحنا بصورة عامة نهني الشعب العراقي من كل قلبنا بهذا العيد، وإن شاء الله يصير عيد زين، وإن شاء الله تفرح العالم، لأن اختلفت عندنا الأعياد، اختلفت كلها، اختلفت الوضع، اختلف الأسعار، زادت الدولار، زاد العالم ما عدها. الله يساعدها ويكون بعونها، بس إن شاء الله جاءت أحسن من هاي اللي راح يروحون. إن شاء الله العراق يتحسن والناس ترجع مثل الأول والعياد ترجع مثل قبل، ونحتفل ونفرح جهالنا ونفرح الطيبين الأقارب الأصدقاء ونعايدهم ونرجع مثل قبل. كل شيء ما اشتريت، لا اشتريت مواد غذائية ولا اشتريت الأطفالي ولا وديتهم ولا جبتهم ولا، لأن أول شيء أنا معوق، أو تدري المعوق بالعراق العظيم الراتب ماله 150-160 ألف دينار ما يكفي دوه، فشو راح يفرح عائلته؟ بس مع الأسف ما حد يفكر بينا، إحنا طبقة ممرودة، لأن إحنا اللي خدمنا العراق، خدمنا وهاي تاليتنا مع الأسف. نهنئ الشعب الإسلامي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونتمنى من الله العلي القدير أن يمنوا على الإسلام وعلى الشعب العراقي بالخير والبركة وأن يبعد عنهم كل سوء. طبعاً اليوم إذا أريد نتحدث عن الأعياد، حقيقة اليوم الأوضاع في العراق حقيقة تغيرت كثيراً بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب احتياج الناس، بسبب عدد الفقراء. لذلك أنا أعتقد الناس سابقاً كانت تتمتع بأريحية عندما يأتي العيد. الآن أولاً عدم وجود أماكن للنزهة، عدم وجود ترفيه لها. اليوم معظم عوائلنا لديها شهداء ولديها محتاجين ولديها أمراض، لذلك أنا أعتقد يقترن العيد دائماً بالوضع الاقتصادي. يعني اليوم المواطن إذا ما مرتاح اقتصادياً لن يتمتع في العيد. لذلك ندعو من الله أن يمن على الشعب العراقي بالرغم من ما يمتلكه من خيرات، أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يلتفت له الأخوة السياسيين ليعطوه مما فيه من خيرات كثيرة ووفيرة، حتى يستطيع الشعب العراقي يتنعم بخيراته وفق قانون العدالة الاجتماعية التي من خلالها يتم توزيع الثروات بشكل عادل على أبناء الشعب العراقي. كانت يعني عادة الأعياد القديمة تقترن بالعادات والتقاليد، وكانت طبعا فيها نوع من الثوابت، أنه اليوم الناس تذهب إلى الكبير تزوره، الناس تذهب إلى المقابر تزور المقابر. أيضا بنفس الوقت كانت أكو لحمة اجتماعية وبين الناس وبين المجتمع. للأسف الشديد اليوم معظم الأعياد تمر مرور الكرام، حتى أنها لم تحسسك بأنك في فترة عيد. أنا أعتقد سابقا كانت الأعياد أكثر روعة وأكثر رونق وأكثر التزام،
اليوم للأسف الشديد أصبحت الأعياد مؤسفة بسبب الوضع الاقتصادي. يعني اليوم كثير من الناس لا يستطيعون أن يشتروا ملابس لأولادهم، فكيف يكون لهم عيد؟ لذلك أنا أعتقد أنه اليوم العيد هو عندما تستقر الحياة الاقتصادية، عندما يستقر المواطن، عندما يشعر المواطن أنه قادر على العمل وإيجاد فرص عمل له ولعائلته، يقدر يحقق أعياده بشكل كبير. الصراحة يعني العالم قبل يعني أكو تواصل، تقارب بيناتهم، أكو مودة، هسه هاي الأشياء كلها انفقدت. يعني ما قلة قليلة تلقينها عند الناس، هسه أكثرها يعني الإنترنت خلى العالم قلة التواصل بينهم، قلة التفاهم بينهم، يعني أشياء هواي فقدناها الصراحة. وأشياء يعني صراحة كانت طعم العيد عندنا هي التواصل بين الجار، إذا كانت أبسط شيء هي حلويات اللي نسويها، هي معروفة بالعراق هي الكليتة، يعني أبسط شيء اللي إحنا نسويه إحنا بالعراق. أشياء يعني صراحة لحد الآن فقدناها، وأبسط شيء هسه إحنا الأسعار اللي عندنا هنا الحين صراحة يعني أسعار خيالية صارت، يعني صار يا المواطن يا دوب يقدر يشتري أشياء بسيطة. والعيد ما بي أي طعم صراحة، مو مثل قبل، أشياء تحبين تسوينها، تحبين تجيبينها، تحبين تلونينها، بس ماكو كل هذا فقدناه صراحة. نهني الأمة الإسلامية والشعب العراقي بشكل خاص مناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. هالفترة وهذا العيد اختلف عن الأعياد السابقة، لأن أثر بشكل يعني كلش كبير السعر صرف الدولار، ارتفاعه وانخفاضه أثر على المواطنين، يعني لقاموا تسوق عندهم ضعف مو مثل السابق، أثر أيضا على حركة المولات بصورة عامة، فقاموا يعتمدون على الدولار. الدولار من يصعد قل الحركة بشكل عام، خصوصا إحنا هسه أصحاب وكالة عالمية، فنعتمد على سيستم ثابت، وبنفس الوقت نواجه يعني صعوبة بالزبائن، يعني واحد يتوضع من عندنا لأن أثر الدولار بشكل كبير كلش يعني. فإن شاء الله يا ربي عيد أضحى مبارك على الجميع، ويعم الأمن والأمان على شعبنا العراقي. أحب أهني الشعب الإسلامي والعراقيين بحلول قدوم العيد الأضحى المبارك، إنعاد علينا وعليكم بالصحة وألف سلامة إن شاء الله. عندنا الأعياد كانت قبل هذا الأعياد اللي راح تجينا، كانت الأقبال أقوى وأحسن. وهسه إحنا كأصحاب محلات بعد سعر صرف الدولار يعني اختلف الوضع، فقال عندنا الأقبال على هذا الشيء تأثر هواية، بس عندنا قبل وعادات التقاليد، يعني قبل الأعياد كانت العالم تسوي كليتشة بالبيت، تزور واحد تزور الثاني، هسه حتى هذا الشيء قل. طبعا هسه احنا تأثرنا هواي على سعر صرف الدولار من قبل، يعني هسه الدولار صعد حتى العالم ما قامت تجي هالقد على المولات، يعني هالقد ما تتسوق، قل هذا الشيء هواي. عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يمر علينا وعليكم وعلى جميع العراقيين بالخير واليمن والبركة. أكيد اختلاف شاسع وواسع بين
أعياد السابق وأعياد الحالية. السبب الأول هو يعني موضوع التطور والحداثة والسوشيال ميديا اللي غزت العالم. بات الفرد أو المواطن العراقي يستغني عن الزيارات المباشرة للأهل والأقرباء والأصدقاء بتحديد رسائل الكل وبعثها حتى يطلع من الموضوع أنه أنا هنيتك بمناسبة العيد. ثانيا الأمور المادية وصعوبة المعيشة دعا الفرد العراقي أنه ما يفكر بأيام العيد، مجرد يفكر أنه شلون يكسب لقمة العيش حتى خلال أيام العيد المبارك يطلع للشغل على مود يجيب هذه لقمة العيش لأبنائه. ناهيك عن بعض التقاليد اللي انفقدت، تحدثنا مع الزملاء الأخوة أنه حتى موضوعة الكليتش كانت تعمل بالبيت وإلها في الطقوس خاصة ممارسات الحجية والخواتي يسوون الكليتش وإحنا نروح نوديها للفرن، هاي باتت مفقودة أصبح يستغنى عنها بشراء من الجاهز. فهذه كلها طقوس أعتقد انتهت، لكن رغم هذا ما زال العراقيين يحتفظون ببعض هذه السمات من خلال الأعياد وبعض الزيارات اللي قد تكون مكوكية حتى يعني لا تتجاوز الربع ساعة، بينما كانت من الممكن أنه يكون يبات الشخص ينبيت أهله ينبيت عمه ينبيت أخاله، لكن هذه نتمنى أن تعود وتنتهي فترة الفيسبوك والرسائل المحددة والبعث إلى الكل. بالبداية كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وينعاد إن شاء الله بالصحة والسلامة على جميع الشعب العراقي. احنا نتمنى انه يعم السلام تحديدا على العراقيين اجمع. بالاعياد العراقيه هوايه تصير عادات وتقاليد متعارف عليها، منها الكليتشه، منها عيديات الاطفال، واكيد الشعب العراقي متعود على الكاهي والجيمر الصبح كل يوم عيد. بالآونة الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة قلت هاي الظاهرة، ظاهرة العادات العراقية للأعياد. يعني مثلاً العراقيين قاموا شي يسوون، يطلبون كليتشة، وأكو أصلاً عوائل حتى الكليتشة ما يطلبوها من غير العيديات. شوية قلت هاي الظاهرة أنه يطون للطفل مشتريات العيد الملابس وغيرها، وبسبب هم الظرف الاقتصادي كانوا العراقيين متعودين أنه كل عيد لازم أكو لبسة جديدة وأكو مظهر لازم جديد خاصة للأطفال. فبالآونة الأخيرة قلت هاي الظاهرة، فنتمنى أنه العراقيين يعيدون هاي الظاهرة، هاي العادات العراقية الحلوة اللي تميز العيد عن باقي الأيام. I
أول شيء أحب أهني العراقيين جميعاً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأحب أتكلم يعني عن عاداتنا وتقاليدنا اللي بالعيد دائماً نمارسها إحنا. فإحنا أهم شيء بالعيد عندنا نتواصل بين الأقارب، يعني العوائل تتواصل بيناتها. عندنا هاي عادات كانت قبل، أتذكر أمي الله يرحمها بلك تسوي كليتش، هاي الكليتش غابت الناس، هاي يعني هاي العادات بدأت تنفقد. يعني من ضمن هاي العيدية مثلا، العيدية يعني الأطفال دائما يطرون العيدية، وهاي من واحد يزور الثاني، واحد يعطي عيدية للثاني، الأطفال الثاني ويفرح بيها، يعني يشترون ملابس قبل العيد. هسه صارت يعني عيدنا بدأ يعني العادات هاي تنفقد، بعض العادات يعني ما ظل مستمرين عليها، مثل زيارة الأقارب، يعني واحد يتواصل بيها الثاني. مبارك وكل عام وانتم بخير، إن شاء الله من العادين، وعيد أضحى مبارك إن شاء الله ينعاد على كل العراقيين بالخير والصحة والسلامة والأمان يا ربي. طبعاً إحنا من العادات اللي نمارسها بكل عيد من زمان ولغاية الآن، أكيد إنه نفرح الأطفال بشراء ملابس العيد بالعيدية اللي الصبح ننطيهم إياه، نسوي كليتشة العيد مع أمهاتنا. ولو هذا الشيء بدأ شوية شوية يقل، يعني الناس بدأت تلتجئ تختصر هاي الأمور كلها، يعني حتى التواصل بالعيد قل، ممكن كل عائلة تمارس هذه الطقوس داخل بيتها وحدها، مدى تتواصل مع الأهل والأقرباء والأصدقاء. وطبعا الوضع الاقتصادي هذا هم أثر على مجتمعنا، يعني الإقبال على الشراء يختلف عن قبل، خاصة وراء ما صعد الدولار. يعني فإن شاء الله احنا نتمنى الخير للجميع يا رب، ويرجع العراق مثل قبل وأيام قبل، ونعيش بحب وسلام إن شاء الله وأمان يا ربي. بهواية يعني تختلف، العالم قبل كانت محنة أكثر، الناس تدخل على ناس أكثر، هسه كلها انقطعت، كل من يقول يا روحي هسه، هاي سبب وصارت تفرقة وصارت كل هالأمور. سبب شنو؟ بسبب العازل، سبب الفلوس ماكو، فكل شيء اختلف، مو مثل قبل كان خير، هسه لا، كل شيء اختلف. بعد اكو بهم بعد يعني اهل خير هم اكو بعد مثل قبل، نطوب نطلع نسوي الكليتشه نسوي الحلويات، هم بعد اكو ناس بعدهم يعني بعدنا على هذا الطبع ما نقدر نبدله يعني. مرحبا، نهنئ طبعا الشعب العراقي بحلول يعني العيد المبارك، عيد الاضحى المبارك. يعني بعض الطقوس اللي موجوده هي العراقيه، يعني بعضها موجودة حالياً، احنا ما نقدر نقول انقرضت، لا، لأن موجودة اكو عوائل لحد الآن محتفظة في هذا الشيء، مثلاً في صناعة الكليتشة أو اللمة العائلية، دائماً يكونون هم في الأعياد أو المناسبات يكونون، اكو بعض العوائل يعني موجودة لا تزال يعني، وأعرفها يعني، لا من ضمنهم يعني احنا عائلتنا يعني، فالحمد لله والشكر موجود هذا الشيء. لكن نقدر نقول الحالة السلبية اللي موجودة حاليا اللي هي طغت على هاي العادات والتقاليد العراقية الأصيلة، منها السوشيال ميديا. مثلا السوشيال ميديا صح هي حديثة، لكن صارت بأسرع وقت ممكن، يعني تقدر تخلي تهنئة أو معايدة أو أي شيء في ثواني، ترسلها إلى وتعممها على كل الأصدقاء والأحبة. الآن يعني قليل بسبب هذا اللي حدث، قليل من يعني من يواجه، يعني من يروح ويستقبل مثلا الأصدقاء والكذا، يعني دائما يكونون مشغولين في هذا المواضيع. يعني اولا يعني نقدر نقول الحالة السلبية اللي تكون دائما في الأعياد في العراق هي الازدحامات المرورية، دائما الخطط الأمنية اللي هي يعني معظمها فاشلة، يعني في صراحة يعني المفروض يعني يحجمون هذا الوضع، يعني الداخلية أو المسؤولين في الأجهزة الأمنية أو الاتصالات المواصلات الكذا، يعني يكون جدا مزدحم الشوارع في بغداد وضواحي بغداد وعموم العراق، نقدر نقول هذا الشيء للأسف، يعني للأسف الشديد إحنا نواجه هذا العيد. يعني أنا بالنسبة إلي بالعيد ما أطلع،
ليش؟ لان ازدحامات ما راح اشوف وقتي اللي انا حددته. العائله ما راح تستمتع يعني في وقتها السعيد مثلا. راح نبقى في البيت ونقدم التهاني والتبريكات من اللي يجينا مثلا او في التليفون. يعني بيش حال احنا ما راح نقدر نوصلهم في صراحه. يعني الدولار يعني في صعود الدولار الان يعني بات الوضع سيء جدا. يعني نقدر نقول الفقير لا يملك يعني المال الكافي لخروجه او خروج العوائل او الاطفال الى المتنزهات وكذا. وهاي ليش؟ بصعود وارتفاع الاسعار اللي موجوده حاليا في بغداد والعراق عموما. يعني لكن يعني الريت يعني من رئاسه رئيس الوزراء الحالي السوداني انه يعني شلون مثل ما نقول لازم يسوي لنا حلول حتى اذا كانت يعني نريدها احنا مو يعني ترقيعية. احنا نريدها دائمية للعراقيين لان بات الفقير العراقي يعني جدا مأساة. يعني بصراحة مأساة للفقير العراقي لان ما يقدر يجيب قوته يعني ولا يقدر يتنزه ولا يقدر يطلع عائلته في العيد ولا هاي. يعني صعب حتى ملابس ما يقدر يلبسها يعني للأسف الشديد. يعني نطمح أنه بالأيام القادمة أنه يكون حلول لهذه الأزمة في العراق. الوضع الاقتصادي له تأثير مباشر على فرحة العيد من حيث أنه العوائل قامت تتكلف بشراء الملابس واحتياجات العيد، فصارت صعبة على كاهل المواطن، خصوصا ارتفاع الدولار وارتفاع البضائع. فكان العيد قبل على بساطة يعني، والأمور كانت سلسة مو مثل هسه. اثنين، كان العيد أكو إلى فرحة خاصة، هسه لا، طلعت العيد مكلفة، طلعت العيد ازدحام، التنقل صعب، وصول بين الأقارب والتواصل صعب. يعني هواي أمور اختلفت. يعني أكو إقبال، مو ماكو إقبال، بس يعني فرق كبير. قبل كان لاحظ أنه قبل أسبوع السوق يتحرك والزحامات وهيك، ناس تتبضع للسوق للعيد. هسه لا، نسبته قليلة يعني متفاوتة بين عائلة وعائلة، مو مثل قبل. يعني الأسباب، الوضع الاقتصادي أول سبب. يعني اثنين، قلت لك صعوبة التنقل، الزحامات، عندك بالعيد مثلا الخطط الأمنية اللي يخلوها انه ضيق بالشوارع والسيطرات، الناس تضوج تطلع مثلا والزحامات. وقلت لك يعني هذا عائلة يريد يطلع بالعيد فد مطعم، يعني يحسب كلفة المطعم. يعني الوضع الاقتصادي صعب بالنسبة للعراق. Hello. 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 H